مساء الخير أحبائي وأعزائي، أشكركم على محبتكم من قناة الملك والأمير. لو مكنتش لسه اشتركت اشترك، لو عجبك الفيديو منتظر تعليقك سواء إيجابي أو سلبي. طبعا كل إخواتي المسلمين، لما أي حد بيحاول يسيء لرسول الإسلام كلنا كمسيحيين بنعترض وبنزعل يعني ننهار جدا جدا، لان كل واحد الرسول بتاعه بيعتز بيه لانه هو يعتبر مثل الاعلى. لكن كل منها يعني هب ودب يقعد يهين في المسيح وهو بالنسبه للاخوه المسلمين رسول لديهم، يعني رجل من كلمه الله وعيسى ابن مريم وروح الله وكلمته. الشيخ مبروك عطيه يصخر من المسيح، صخر من المسيح. نشرت قناته العربية عبر صفحتها على موقع فيسبوك مقطع فيديو ظهر فيه الداعية الأزهري دكتور مبروك عطية وهو يتطاول على السيد المسيح، وعلقت القناة: يبدو أن الشيخ مبروك عطية على موعد مع أزمة جديدة، الداعية المصري يصخر من السيد المسيح وسط موجة من الاحتقان بين رواد التواصل الاجتماعي. وقال مبروك نصا: أتحدى إبراهيم عيسى لو قال ربع اللي قاله في القرآن الكريم، كل كلمة في الموعظة على الجبل. بنفس اللفظ قال كده لسيدنا عيسى: بلى السيد المسيح، بلى السيد المريخ. ماذا تقصد؟ وقبل سخريته من الدين المسيحي كان أثار عطية غضب الملايين، حيث كان قد قال في مقطع فيديو سابق عبر صفحته على الفيسبوك معلقا على واقعة ذبح طالبة المنصورة على يد زميلها لرفضها الزواج منه، وقال إن المرأة والبنية والفتاة تتحجب عشان تعيش وتلبس واسع عشان ما تغريش حد. حياتي الغالية عليك، اخرجي من بيتكم زي القفة، لا متوصلة ولا بنطلون ولا شعر على الخدود، عشان وقتها هيشوفك اللي ايه اللي هو عايز يشوفه، اللي ريقه بيجري وما يهمهوش، وهيدبحك. ويعتبر الملايين هذه التصريحات تحمل تحريضا صريحا ضد غير المحجبات. ويل لك أيها الشيخ، لما أبدعته ولما قلته عن السيد المسيح؟ ماذا فعل لك السيد المسيح حتى تهين وحتى تستهزأ وتسخر به؟ إبراهيم عيسى أندية كبرى ترفض وجود لاعبين مسيحيين لأن هواها سلفي. قال الإعلامي والكاتب الصحفي إبراهيم عيسى: لاحظت شيئا في المدارس الشبابية والأندية الرياضية الكبرى لكرة القدم، مضيفا خلال تقديم برنامج حديث القاهرة المذاع عبر فضائية القاهرة والناس، وهي أن هناك مفاتيح وبوابات أندية في أيدي مدربين هواهم سلبي. هؤلاء المدربين يقومون بتصرفات إخوانية ولا يسعدون كثيرا بوجود لاعبين مسيحيين، ولا نحن مسيحيين كمسيحيين نسعد بأن نكون في هذه الأندية. شكرا أحبائي وأعزائي، ولكن ثقوا تماما إن الله دايما يعود علينا بالخير. الله لا يقبل وإن كانت هناك الإهانات الشديدة ضد مسيحيتنا، ولكن الله هو الذي علمنا وقال لنا: أحبوا أعداءكم، باركوا لعينيكم، مهما فعلوا فيكم. طلب مننا احنا نحب كل اخواتنا، وكل اخواتنا المسلمين الوسطيين اللي نعشقهم تحت نعيش تحت وطن واحد وبلد واحدة ونمشي على تراب واحد. شكرا لكم احبائي واعزائي، واكمل لكم الاخت هايدي، الاخت اللي قالت واباحت تصريحات غريبة جدا جدا جدا، وهتكلم في الموضوع. انا هايدي كرم ممكن اتجوز شخص على غير ديانتي، انا ست متفتحة. اجابت الفنانة هايدي كرم على اسئلة متابعيها عبر خاصية ستوري بموقع انستجرام. قالت
ومن بين الأسئلة التي وجهت لأيدي كرم، هل تقبلي تتجوزي حد من غير ديانتك؟ فردت: ده سؤال صعب، أنا بشوف ناس كتير اتجوزوا من ديانات مختلفة وجوازاتهم نجحت وكانت جميلة وما كانش فيها مشاكل. أضافت: أنا بطبعي ست متفتحة ومنفتحة على الآخر ومنفتحة على الثقافات المختلفة والديانات المختلفة، دي طبيعتي وشخصيتي اللي بفخر بيها وسعيدة بها. فأعتقد لو لقيت إنسان مناسب بجد إني هوافق. يذكر إن هايدي كرم من مواليد حي شبرا، وتزوجت وهي في سن صغيرة وأنجبت ابنها الوحيد نديم، ثم انفصلت عن زوجها لتعلن خطبتها على المنتج عصام عبد العزيز عام 2018، إلا أن الأمر لم يكتمل ولم نعرف حتى الآن هايدي كرم دي إن كانت مسيحية أم مسلمة حقيقة ديانتها. هل نعرف دلوقتي ما هي ديانة هايدي كرم، مسلمة أم مسيحية؟ هايدي كرم ممثلة مصرية من مواليد سنة 80، وتبلغ العمر 41 عاما ولديها ولد واحد وهو نديم. هايدي كرم هي إحدى الممثلات المصريات التي أثبتت مهارتها وموهبتها في مجال التمثيل، حيث ظهرت في العديد من الأفلام والمسلسلات وكذلك في العديد من المسرحيات. درست هايدي كرم في جامعة عين شمس وتخصصت في اللغة الفرنسية. كانت بداية حياتها المهنية سنة 97. كانت هايدي كرم قد بدأت مسيرتها الفنية كعارضة أزياء في الإعلانات التجارية، كمقدمة في العديد من البرامج، واستمرت كمذيعة لمدة عامين. وكانت مهارتها التمثيلية في مسلسل مارينا الذي لم يتم عرضه. يتساءل الكثيرون عن ديانة الفنانة هايدي كرم، هل هي مسيحية أم مسلمة؟ والجواب حتى الآن لم نجده. ولكن هايدي كرم كما كنا أيضا، الاسم بالكامل هايدي كرم، تاريخ الميلاد 27 أغسطس سنة 1980، عمرها في سنة 42 سنة حتى الآن، البرج الفلكي برج العذراء، محل الميلاد حي شبرا بالقاهرة، الجنسية مصرية، المهنة ممثلة ومقدمة برامج، الديانة مسلمة، الحالة الاجتماعية مخطوبة، اسمك الزوج الأول، اسم خطيبها عصام عبد العزيز، ابنها ابن واحد نديم. بداية المشوار الفني بدأت في عام 2002، والأخت هايدي كرم تزوجت من المنتج عصام عبد العزيز في عام 2019، وحضر حفل زوجها مجموعة كبيرة من الأصدقاء. ومن بعدها بدأت التساؤلات حول ديانتها، هل هي مسيحية أم مسلمة؟ فأمها تمتلك الديانة المسيحية وأبوها مسلم الديانة، ويقول البعض أنها مسيحية. أنجبت ابنها الوحيد نديم، ثم بعد انفصالها قالت إنها لن تتزوج مرة أخرى وتريد التفرغ لتربية ابنها الوحيد. وفي ختامنا الذي تحدثنا فيه عن ديانة هايدي كرم، هل هي مسلمة أم مسيحية؟ ووضعنا لكم هذه السيرة الخاصة بالفنانة هايدي كرم، ونتمنى لكم دايما كل ما هو معلومات جميلة وجديدة. هايدي كرم كما قلنا أنها من شبرا الخيمة، في 27 من شهر أغسطس ولدت سنة 1980، ويبلغ من عمرها حتى اليوم 42 سنة. عاشت في مدينة شبرا ما يقرب من 7 سنوات، وتخرجت من كلية التجارة قسم لغة إنجليزية، وتخرجت من كلية التجارة في جامعة عين شمس، ثم بعد ذلك عملت مذيعة في قناة راديو وتلفزيون العرب، وأيضا على قناة MBC. وتم بعد احترافها مجال الإذاعة والتلفزيون، دخلت مجال التمثيل بقوة، حيث قامت بالمشاركة في مسلسل مارينا. شكرا لكم أحبائي وأعزائي، ولكم مني كل الحب والتقدير والسلام، ورب يكون معكم آمين. ما تنساش تشترك القناة لو ما اشتركتش، وتعليقك الجميل.